رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. استقبلت العتبة الكاظمية المقدسة جموع المشيعين للجثامين الطاهرة والتي سقطت نتيجة الاعتداء الأمريكي الآثم قرب مطار بغداد الدولي. وكان في استقبال المشيعين الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الأستاذ الدكتور حيدر الشمري وأعضاء مجلس الإدارة، وخدم الإمامين الكاظمين عليهم السلام وزوارهما الكرام. اليوم كانت الأمانة العامة العتبة الكاظمية المقدسة في استقبال رموز الجهاد الملبين لفتوى الدفاع الكفائي لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الشريف. كانت هناك 10 من الجثامين الشريفة التي قضت نحبها على أيادي الغدر والخيانة، الأيادي النجسة للأمريكان ولليهود الذي طالتهم وهم خارج سوح القتال، لم يستطيعوا النيل منهم في سوح القتال وإنما غدروهم وهم في وسط العاصمة بغداد. وكل هذا قد حدث في سكوت إقليمي ودولي مخزن ومشين. قامت العتبة الكاظمية المقدسة في استعداداتها لاستقبال هذه الجثامين الشريفة كاستقبال لقيادات عسكرية عليا وفي المصاف والطراز الأول، والتي قضت سنوات طويلة منذ إطلاق المرجع الديني الأعلى لفتواه المباركة ولغاية صباح يوم الجمعة الماضي، حيث قضوا نحبهم بعد أن أدوا رسالتهم الشرعية والأخلاقية والإنسانية تجاه أبناء الشعب العراقي. وأعرب المشيعون عن استيائهم لهذا الاستهداف الممنهج لقادة الحشد الشعبي والذين أذاقوا الإرهاب والإرهابيين مرارة الهزيمة، وأن مثل هكذا عمليات لا يجب أن تمر مرور الكرام، لأنها تعد تدخلا سافرا وانتهاكا صارخا وخرقا فاضحا للسيادة العراقية. لا شك هذا هو يوم أليم ويوم حزين على قلب كل إنسان غيور، وفي نفس الوقت هو يوم يبعث الأمل إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا كما قال في كتابه العزيز: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهذه الدماء التي سالت على أيدي الطغاة وعلى أيدي الجبابرة ونتيجة اعتداء غاشم كما وصفته المرجعية الرشيدة، فهو اعتداء على حرمة بلد وهو اعتداء على حرمة نفوس لطالما جاهدت وأعطت وقدمت كل وقتها من أجل القضاء على الإرهاب ومن أجل القضاء على كل من يريد أن يسيء إلى حرمة البلدان الإسلامية، فجزاهم الله عنا خير جزاء المحسنين. لنا الشرف العظيم في هذا اليوم أن نشيع هؤلاء ونؤبن هؤلاء، لأنهم وقفوا مواقف مشرفة ومشرقة، وهذا التشيع المهيب اليوم. ونشكر خدام العتبة الكاظمية المقدسة لهذا التنظيم المرتب في استقبال المشيعين، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. هذه الدماء هي التي دافعت عن أرض العراق وعن مقدسات العراق وعن شعب العراق. نعم هي خسارة عظيمة، ولكن هذه المرارة نقول أكو أشد منها على الأعداء إذا استمرينا على هذا الطريق. فالحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي مهندس إن شاء الله خلفوا من آلاف القادة الذين يدافعون عن كرامة العراق وأرض العراق وشرف العراق ومقدسات العراق وسيادة العراق. وقد أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة الحداد 3 أيام على أرواح الشهداء السعداء في العتبة المقدسة، كما طالبت السلطات العراقية الحكومية والقضائية والبرلمانية
باتخاذ الإجراءات الرسمية والدبلوماسية للاقتصاص العادل من أولئك الجنات المجرمين الطغاة ووضع حد لهذا التدخل السافر وإدانته عربيا ودوليا، كما تؤكد على الالتزام بتوجيه المرجعية الدينية العليا بضبط النفس والتصرف بحكمة.